فنادى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة مزاعما رفعتها بعض وسائل الإعلام حول مسح ديون مجمع الشروق، مؤكدا أن الأمر لا أساس له من الصحة. احنا اولا لم نعطي تعليمات لمحو ولا لشطب ديون الشروق واي من يعني الصحف الاخرى، على عكس ما جاء يعني في جريدة النهار، وعلى عكس ما جاء على لسانك اليوم. اولا انا شخصيا كوزير الاعلام ولا الاتصال والناطق الرسمي للحكومة لست مؤهلا قانونا يعني بان أبت يعني في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة العدل والمؤسسة التي تتعاطى مع وسائل الإعلام التي تحتاج يعني لإمكانياتها يعني في أداء مهامها. من جهة أخرى، تحدى وزير الاتصال الجهة المدعية بتقديم دلائل تثبت حقيقة المسح المزعوم، وأكد أن قرارا كهذا مرتبط بمصالح عديدة يتوجب أن تقدم جميعها الموافقة. إذا كانت لك بينة فف صحي عنها سواء ضمن هذا الاجتماع أو ضمن أي من يعني الفضاءات الأخرى، وأنا على استعداد لتحمل مسؤوليتي كاملة، بل أكثر من ذلك مسؤولية الحكومة أتحملها أنا ورقبتي سدادة كما يقول الناس. لا تغالطون الناس، نحن نمر بمرحلة صعبة وحساسة، علينا أن نعترف بذلك. لا تزيدوا الطين بلة، لا تزيدوا النار زيت، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم.